الزواج القصير بين الملك فاروق وزوجته الثانية الملكة ناريمان، حظيت الملكة ناريمان بما لم تحظ به أي سيدة أخرى في العائلة المالكة. لم تغير اسمها، ظلت تدعى ناريمان صادق، الاسم الوحيد في العائلة المالكة الذي لا يبدأ بحرف الفاء، وكان الملك يناديها ناني. تزوجت من الملك في شهر مايو عام 1951، وحين أنجبت ولي العهد أحمد فؤاد في 16 من يناير عام 1952، تعززت مكانتها كثيراً في قلب الملك. هذه الصورة الزاهية انقلبت إلى نقيضها في وجدان الملك بعد رحيلها من إيطاليا. وكانت الملكة ناريمان بعد طلاقها من الملك بثلاثة أشهر تزوجت